يا ربي يا اتفضلوا خدوا الأمانة. هناخد عينة بس. خد اللي أنت عايزه. يلا مغروب. تمام، الصرف بعد اسبوعين تكون خدت النتيجة. انت شرف؟ ايوه.
بس ده مش صوته. خلينا في المهم، اللي انت عملته دلوقتي انت والاخ اللي معاك تصور فيديو. يعني لو حاولت توقف صرف الشيك بعد ما تطمن على النتيجة او قبلها، الفيديو هيروح للبوليس. اتفضلوا. يا نبوي. ايوه معتز، النتيجه طلعت. هي الهام ولا مش هي؟ لا لا مش هينفع في التليفون، خلينا نتقابل بعد ساعه نفس المكان. انا جايلك حالا. هي مراتك؟ تحليل العينه بيثبت تطابق الحمض النووي مع الحمض النووي بتاع مراتك. يعني الهام ماتت؟ ماتت يا معتز، ماتت. الأبيض كفن والأزرق موت. يبقى كلام أم عيشة صح. أم عيشة مين؟ مش مهم، مش مهم، المهم إنها ماتت. إزاي يا نبوي؟ إزاي ماتت؟ ازاي نبا وماتت وهي بعتلي فيديو بتقول انها عايشه؟ معتز انا قلت لك قبل كده الحقيقه عندك انت. مهما الواقع والعلم اثبت لك الا ان الوهم اللي جواك هيفضل يخليك تسال نفس الاسئله. فاكر زمان لما جيت لي تسالني عن الورق اللي بتحرق تحت الميه؟ قلت لك انها مواد كيميائيه بتتفاعل مع بعض وبتسبب الاشتعال. من ساعتها بقى وانت مش قادر تعرف ان اي حاجه بتحصل حوالينا لها تفسير علمي. ساعات بنعرفه وساعات ما بنعرفوش، لكن مش معنى ان احنا ما نعرفش القانون اللي بيفسر الظاهره ان ده وراها جن او عفاريت. لا مش بالضروره، ممكن يكون حاجه تانيه، ممكن تكون ناس بتتآمر على عقلك عايزين يجننوك، والناس ديت اكيد اذكى منك. فعلا يا معتز، انت ممكن تكون ضحية لمؤامرة كبيرة من ناس أشرار أو حتى جن شرير، بس برضو انت ما سألتش السؤال الأهم. ايه السؤال؟ ليه الناس دول أو حتى الجن الشرير بيتأمروا عليك؟ معرفش، معرفش. في واحد صاحبي مرة قال لي إن كل ده ممكن يكون بسبب حاجة اسمها الكارما. برضه مظبوط، وده الكلام اللي مكتوب في الورقة اللي وريتها لي. الورقة اللي انتي قلتي لي إن اللي كاتبها يعرف كل حاجة عني وعن أهلي وبيستعين بالجن؟ أيوه بس الكارما معناها اللي عملته هشوفه خير أو شر، وده مش مكتوب في الورقة. لازم يحصل كل اللي مكتوب في الورقة عشان تستوفي شروط الجزاء. وما تنساش إن أول حاجة طلعت صح. الرداء الأبيض كفن والجلد الأزرق موت، وانت عرفت وتأكدت النهاردة ان مراتك ماتت. وحين يقوم من بين الأخشاب سيرى الأموات أحياء
الأحياء أموات. وأنت فعلا شفت مراتك وهي ميتة؟ مش فاهم أي حاجة. أنا ليه بيحصل لي كل ده؟ لما يحصل كل اللي في الورقة هتلاقي كل الإجابات للأسئلة اللي أنت مستعجل تعرف إجابتها زي كل الناس، مستعجلة تعرف كل إجابة لأي سؤال بتسأله. ليه بيفتقروا؟ وليه بيختنوا؟ ليه بيعيوا؟ وليه بيموتوا؟ ليه حظهم وحش؟ وليه اللي بيحصل لهم بيحصل لهم؟ ولما حياتهم بتعدي ومع الزمن بيعرفوا كل الإجابات. وانت حياتك دلوقتي كلها في الورقة دي، لما يحصل كل اللي فيها هتعرف كل الإجابات. ستخرج الزائرات حول المقابر. عيشة قنديشة، عيشة قنديشة كانت بتزور قبر أمي، بس انت كمان رحت هناك. أنا بزور قبور الصالحين والصالحات، يعني اللي بقدر أعرفهم. وانت ساعتها كنت شاكك إن أنا عيشة قنديشة، فحبيت أعرفك إن أنا مش هي. قلت لك كمان إن أنا رحت، بس مش بالجسم البشري، بجسمي الأثيري. وحينها سيصير الطلسم أسود يقرأ النصف الأسفل. الأسود هو القط، والنصف الأسفل هو نص الورقة التاني اللي انت بتقراه. ويغيب التائه 40 يوما أخرى، سيسمع فيها صوت الجن ويرى الأبعد والمستور، ويحرك الساكن ويطفئ النار ويشعلها. أنا معرفش، ده اللي مكتوب. مكتوب يغيب التائه 40 يوما، وأنا غبت 40 يوم أخرى. هغيب 40 يوم تانيين؟ ده اللي مكتوب. وحين تعود دماء الذبيحة من الماضي تقتل الشرير. يعني ايه؟ مش فاهم. انا الشرير؟ انت قتلت؟ لا. مكتوب دماء الذبيحة، يعني الشرير هو اللي قتل. أزارة، ايه يا أزارة؟ لا بأس عليكي الدايرة، اش كتعاودش اخبارك؟ أنا مزيانة أهو، قاعد عندي أهو. لا ما قلتلوش قبل كده. دي أزارة، واحدة صاحبتي من المغرب. تعرف سليمان بيه والدك؟ أيوه.
حضرتك تعرف واحدة اسمها أزارة؟ لا ما اعرفش حد بالاسم ده. بس هي تعرفك كويس. هي اي واحده تقول انها تعرف السيف سليمان ده يبقى انا اعرفها. مين ازاره دي؟ صاحبه ام عيشه. عيشه ايه ام عيشه ايه؟ انت لسه بتعرف الاشكال دي؟ اكيد هم اللي ورا ال 100 مليون اللي خدتهم مني. الحقيقه هي اللي ورا ال 100 مليون اللي انا خدتهم منك. ال 100 مليون هم اللي خلوني اتاكدت ان الهام ماتت. ودلوقتي اخترعوا لك قصة جديدة اسمها أزارة، هتدفع كام في دي كمان؟ واضح كده إن أنت تعرفها كويس. أنا برضو استغربت لما جيت طلبت منك 100 مليون اديتهم لي عادي جدا كأني بطلب 100 جنيه. دلوقتي أنا مستغرب أكتر من انفعالك وزعيقك ده لمجرد إن أنا ذكرت اسم أزارة. بقول لك إيه؟ الدايرة السوداء اللي احنا بنلف فيها دي مش هنطلع منها غير بالحقيقة. فاكر لما جيت قلت لك ان عيشة لما زارت قبر امي كانت جاية لك انت؟ وانت اتريقت عليا وقلت ان انا بخرف. دلوقتي بقى انا اتأكدت. سلسال سليمان سلسال حديد. مصيرنا مربى في بعض. لا شمس بقى ولا عيشة ولا انس ولا جن. البذرة. البذرة فيها حاجة غلط. يا سليمان بيه. يا شموسي انا نازله يا حياتي. رايحه فين يا بنت الناس؟ هو موضوع خروجك كل يوم ده ملوش اخر؟ ملوش اخر. لازم تفهمي يا بنت شهيره ان استحملتك كتير وان صبري له اخر. اخص عليك يا شموسي. شموسك دي كان زمان ايام ما كنت بتقوليها بجد. ليه يا حياتي؟ انا بجد بقولها بجد. وفي ست جد تخرج بره البيت وتتأخر ولما جوزها يطلبها بالتليفون مرة ترد وعشرة لا. أعمل إيه يا حياتي؟ مش ببقى مع صاحباتي؟ وبعدين أنت طول اليوم مشغول بالسحر والأعمال ده غير التلفزيون. أقعد لوحدي يعني يا شموسي؟ لا يا جرمين، أنت اللي مشاعرك اتغيرت من ناحيتي وبدون أي سبب. أنا مشاعري لا يمكن تتغير من ناحيتك أبداً. وبعدين ما أنا باجي كل يوم عشان حقوقك الزوجية. حقوقي؟ هي فين حقوقي دي؟ ليه؟ مش بجيبات في البيت كل يوم؟ بتيجي ببيتي في البيت كأنه لوكاندا. وبعدين طريقة كلامك الملاوعة دي، الكلام اللي بتزوقيه من بره ده، ومشاعرك من ناحيتي بقي زي لوح التلج. اخص عليك يا شموس بجد، أنا لوح تلج؟ يعني أنت بقى لما بقتش تحبني؟ ولو منعتك من الخروج دلوقتي؟ طبعاً يا حبيبي، أنت جوزي ومن حقك تمنعني من الخروج ومن أي حاجة في أي وقت. جرمين، أنا مش مرتاح لطريقتك الجديدة في الكلام. أنا دلوقتي بعاملك بالود والوداد، بالرضا والتراضي، بعاملك بالحسنى. لكن لو انفجر فيك غضبي ما تعرفيش أنا هعمل فيك إيه. لا أنا عارفة، هتسخطني قرد زي ما قلت لي زمان بالتليفون، أو هتحبسني أو هتحرقني. أنا برضو تحت أمرك يا حبيبي. يعني خلاص ما بقيتيش بتخافي مني؟ لا إزاي يا حبيبي، أنا لسه بخاف منك قوي، بس أنا برضو عارفة ومتأكدة إن أنت بتحبني قوي ومش هون عليك أبداً تعمل فيا حاجة وحشة. طب اتفضلي اخرجي، شوفي أنت رايحة فين، امشي من قدامي دلوقتي. باي يا حبيبي.
ما تفهمينيش غلط يا جمال، انا فعلا محتاج لك بس خايف عليك اكتر. صابر انا بجد بحاول انساك بسبب كلامك ده، بس انا فعلا مش قادره. انت بقيت كل حاجه في حياتي. العلاقه دي نهايتها معروفه، بس انا حاسه ان انت بتحبني. انت خايف من بابا ومن معتز، حكايات قديمه خلاص اتنست. مفيش اي حاجه بتتنسي. حكايه ابوك وابويا ومعتز وجوازك من جرمين، كل ده خلاص خلص. حاول تبص لقدام عشان تشوفني. انا باصص لقدام اهو، شايف قدامي بنت زي القمر. انت لازم تروح يا جمعة عشان ما تتأخريش. انا فعلا تأخرت ولازم امشي. هكلمك لما ارجع. ازيك يا جمال؟ ازيك يا جرمين، كان نفسي اقعد معاكي بس انا اتاخرت. باي باي يا صابر. باي باي. اتفضلي اتفضلي. ده باعتبار انه كوافير صح؟ واحده ست داخله والتانيه خارجه. انت فهمتي؟ باي باي يا صابر. هي مش قالت لك كده برضو؟ أمال عايزة جمانة تقول لي سلام عليكم عم الحاج؟ تصدق إن أنت بجح قوي؟ جرمين، أنت مش معاكي تليفون معتز؟ كلميه قولي له أختك كانت عند صابر وقاعدين لوحده. ولا أقول لك كلمي سليمان بيه قولي له جمانة بتحب صابر وصابر بيحب جمانة، أو أي حاجة تخطر على بالك. لا أنت مش بجح وبس، انت وقح كمان. ده على اساس انك مش متجوزه ورايحه لطليق البيت عادي؟ فيها جرمين انت عبيطه ولا هتستعبطي؟ ولا انت الشرف والخيانه والاخلاص على مزاجك؟ تسيبيني وقت ما تحبي، تغيري عليا بمزاجك، تجيلي لما الهوى يرميكي. انت جايه دلوقتي ومن غير ميعاد وعايزه تحكمي عليا انا وجمانه. جمانه دي انا اعرفها قبل ما اعرفك، اعرفها من وهي طفله صغيره وطول عمرها بتقول لي يا صابر. جايه وبتتكلم معايا على معتز او غير معتز، اي حاجه تخطر على بالك او ما تخطرش. انا مش مصدقك. عارف ليه؟ عشان انا خلاص بطلت اصدق اي حد. شمس طلع زي ما انت قلت لي بالظبط، كذاب، وانت كمان كذاب. انتوا الاثنين دجالين ونصابين، واحد بخوي جنة وعفاريت والتاني ذكي ذكاء خارق حاد زي ما كل الناس بتتكلم عنك. اما بقى يا عيني جرمين المجنونه التافهه قدرت تكشفكوا انتوا الاثنين وهتنتقم منكوا انتوا الاثنين. وعلى فكره انا مش هقول خالص لا المعتز ولا الابو ان جمانة كانت هنا، ولا اقول على فكره انا حره. سلام. أزارة هي السر. هتنام بقى يا معتز، حرام عليك، هموت وارجع مش قادره.
حين تعود دماء الذبيحة من الماضي تقتل الشرير. أزهرة، أنا عمري ما شفت أبويا كده. أزهرة وراها سر، أزهرة هي سر الورقة دي. اتفضحت يا زندس. أكيد هيسأل ويقول لي جاب لك دكتور ومش هعرف أكتب، وهقول له راح الواد اللي في بطنك يا زندس. بختك من يومك ميت، منحوسة ومتعوسة من يومك. من يومك.